نتحول إلى أخبار المعارض وتحديدا إلى معرض هوريكا يلي يقام سنويا بمعرض البيال من 1 نيسان ولغاية 5 منه. فخلال هالمعرض يلي افتتحه وزير السياحة ميشيل فرعون لفت أنظار الزائرين يلي بلغ عدد أكثر من 100,000 زائر. استند مميز للأصناف العائدة لشركة أبي رمي أخوان وخاصة لصنف XXL أنرجي وفودكا ميكس يلي وصلت مبيعاتها السنة للمرتبة الأولى بلبنان والعالم. وقد قدمت مضيفات XXL إلى جميع الزائرين وزبائن الشركة قدمت أصناف أبي رمية ولا سيما صنفي بيرة أفس درافت وميلر والصنف الجديد ياجر بومب الممزوج مع ليكار والأعشاب.